بلاط كونو بخير يا رب. اليوم بدي اسوي رز بحليب بطريقة كتير سهلة. كل اللي بدنا اياه لتر حليب، كاسة رز، كاسة سكر، ومعلقة فانيلا. خلوكم معي. هلا اول شغلة بنحط كاستين مي تقريبا، بنحط الرز، هيك مفروض يصير الرز والمي. مشان النشا، مشان ناخذ من الرز النشا بيكون اطيب هيك، لانه لما بنحط نشا من برا بيصير طعمته محل، ما بعرف شلون بيصير، فهيك افضل يعني. بنخليه كمان شوي بس يستوي الرز، هيك بينشف وبنحط الحليب. هلا بنحط الحليب كمان. هلا بنضل نحركه لحتى يغلي، بعدين بنضيف له السكر والاشياء التانية. اوكي، كان شوي بنحط السكر كمان. الفانيلا بنضل بنحرك لبين ما بيستوي عشان ما بيحترق. مي زهر، انا ما كتير بحب مية الزهر، انا بحب احط عود قرفة كمان. يعني هاي الأشياء استثنائية، كل واحد كيف بيحب. اوكي، شوف كيف مسك، حطها بس هون. نستناهم يبردوا بعدين نحط لهم المكسرات، نرجع نشوفكم. حطينا على شوية قرفة وفستق حلبي وجوز الهند.